تم اختيار مملكة البحرين ممثلة في معهد الإدارة العامة لإنابة رئيس المعهد الدولي للعلوم الإدارية عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتم الإعلان عن ذلك خلال المؤتمر الدولي 30 للإدارة العامة الذي أقيم في جمهورية الصين مؤخرا. وللحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور رائد محمد بن شمس، المدير العام لمعهد الإدارة العامة، رئيس شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبحوث الإدارة العامة. مساء الخير دكتور، وبداية، ما أهمية اختيار البحرين لهذا المنصب، وما هي المعايير التي تم على أساسها اختيار البحرين لتولي هذا المنصب؟ مرحبتين أختي. أولا ودي أهدي هذا الإنجاز للقيادة، لأن عملت البحرين من خلال المعهد بيفا على أن يكون لها موقع مؤثر على المستوى المحلي أو الإقليمي والدولي على حد سواء. والحمد لله تم انتخاب البحرين، وهذا الانتخاب لهذا المركز الدولي هو اعتراف دولي كبير من كبرى المنظمات الدولية، سواء كانت المعهد الدولي للعلوم الإدارية اللي عمره من 1930، أو الجمعية الدولية لمعاهد ومدارس الإدارة، أو المجموعة الأوروبية، أو برنامج الأمم المتحدة، ومجموعة من المؤسسات الدولية. هذا اعتراف لمكانة دولة البحرين، مملكة البحرين في هذا المجال. بالفعل بحمد الله وتوجيهات من القيادة استطعنا في المعهد أن يكون مرجع للإدارة العامة على المستوى الدولي، خصوصا في شؤون الوطن العربي. قدمنا العديد من الاستشارات في دول مجلس التعاون والمنصب العربي والمشرق العربي، حتى أصبحنا اليوم البحرين أصبحت ممثلة في المعهد كبيت خبرة في التدريب والبحث العلمي للمنطقة. ما كان هذا الانتخاب الممثل في شخصي إلا دليل على هذه الثقافة الدولية في الطاقات البحرينية ودورها في صناعة المعرفة. علم بأن المعهد له مبادرات نوعية في هذا المجال، مثل شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبحوث الإدارة العامة، شبكة المينا بار وإدارتها لمجموعات بحثية دولية في مجالات الإدارة العامة، سواء كان في السياسات أو غيرها من البحوث. نعم دكتور، تفضل المعايير. تفضل دكتور، المعايير. أي نعم، بالنسبة للمعايير، الدور اللي قامت به البحرين خلال الفترة الماضية في صناعة البحث العلمي سواء على مستوى المملكة أو على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أهلنا أن احنا نكون في هذه المحفل، أن نقدم نفسنا كبيت خبرة وقبولنا على هذا الأساس، وتم على أساس الانتخاب البحرين لهذه المركز. تم إقامة أكثر من 5 مؤتمرات من قبل معهد الإدارة العامة في البحرين، سواء كان في داخل البحرين أو خارجها. عندنا المؤتمر القادم في عمان، قبلها كان في تونس، وبعدها إن شاء الله السنة القادمة راح يكون في فلسطين. فكثير من الأمور أهلت البحرين أنه تكون بهذه الثقة الدولية. نعم دكتور رائد، قبل أيام عقد الملتقى الحكومي 2016 في البحرين، هذا الإنجاز اليوم كيف يلتقي مع هذا الملتقى؟ ببساطة في 2016، بداية 2016 استراتيجية معهد الإدارة العامة الثانية حددت في هدفها الاستراتيجي الثالث، أن أحد أهم أدوار المعهد هو بناء القدرات وتطويرها في صناعة السياسات الحكومية مبنية على الأدلة والبراهين. وهذا الدور يصب بشكل مباشر في تحول الحكومة من مشغل للخدمات إلى منظم لها. كما أن البحث العلمي والأكاديمي والمهني يصبان في بناء قطاع المعرفة والانتقال من الاستهلاك إلى إنتاج المعرفة. نعم. وبالفعل الحمد لله بفضل أسرة المعهد استطعنا أن نصدر كثير من الممارسات الخبرة وصدرها إلى خارج البحرين وفي تخصصات مختلفة وإلى مؤسسات، سواء كان من المعهد أو من المؤسسات الحكومية البحرينية. استطعنا أن نزاوج بين الغربي والشرق في تطوير الخدمات والموارد، وهما الهدفين الأول والثاني بالنسبة للمعهد. احنا نشتغل الآن مع أشقائنا
في الوطن العربي وخصوصا المملكة العربية السعودية لخلق منظومة دولية جديدة تساهم في بناء العمل الحكومي بشكل أكبر، وعندنا طموحات أكبر في خدمة الوطن. بالتأكيد الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة، نبارك لكم هذا الإنجاز وشكرا جزيلا لك.